يوسف من الرياض، تفضل يا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أصبحتم؟ كيف مسيتم يعني؟ تفضل. بسألكم ما حكم تخفيف اللحية؟ يا أخي اللحية يجب توفيرها وإعفاؤها وإرخاؤها وإرسالها كما في الأحاديث الصحيحة، ولا يجوز التعرض لها بحلق أو قص أو نتف، بل تبقى وتعفى كما خلقها الله سبحانه، وهي جمال للرجل وفارقة بينه وبين المرأة، فلا يجني على لحيته. حتى إن العلماء ذكروا أن لو جنى على شخص في لحيته فلم تنبت فإنه يكون عليه دية كاملة. نعم. رجل